على وقع نتيجة قاسية وأداء خارق، تمكن المنتخب الألماني من تجاوز عقبة صاحب الأرض والجمهور منتخب البرازيل، وذلك بالنتيجة والأداء أمام منتخب برازيلي ظهر تائها ومتأثرا جدا بغياب أبرز لاعبيه نيمار دا سيلفا للإصابة وتياغو سيلفا للإيقاف، حيث تمكن الألمان من بسط سيطرتهم على المباراة خلال شوطيها الاثنين، لكن الهيمنة الأكبر كانت في الشوط الأول، إذ تمكن المانشافت من افتتاح باب التسجيل مبكرا عن طريق الهداف توماس مولر قبل أن يضيف الهداف كلوزو الهدف الثاني وهدفه السادس عشر في تاريخ المونديال ليصبح أحسن هداف في تاريخ المونديال، ليواصل الألمان سيطرتهم بهدفين آخرين من توني كروس ليضيف سامي خضير الهدف الخامس ويسجل الألمان 5 أهداف في نصف ساعة فقط. أما في المرحلة الثانية فقد واصل الألمان واقعيتهم في ظل التراجع الرهيب في أداء سيليساو ليوقع أندري شورلي الهدفين السادس والسابع للألمان، في حين تمكن البرازيليون من تذليل الفريق بهدف أوسكار لينتهي اللقاء بفوز كاسح للمنتخب الألماني وهزيمة قاسية وتاريخية للتشكيلة البرازيلية وعلى أرضها، ويضيع البرازيليون حلم معانقة التاج العالمي مجددا بعدما خسروا نهائي 1950 على يد الأوروغواي، ويسقط مجددا أمام العملاق الألماني الذي ينتظر الآن مرافقه إلى نهائي دورة 2014 بالبرازيل.